الملعب كان هو مدينة السويس اللي تبعد على القاهرة ب 80 كيلومتر، والطرقات ما رايش يعني كيما أنا اللي هي مع اللي نقدر نقول لك حركة المرور تقريب ساعتين طريق. اتحادية كانت عندها احترافية كبيرة وكبيرة جدا اللي يعني أبهرت البلد المنظم آنذاك، لأنه المشكل في مدينة السويس ما فيش فنادق. عندما نتكلم على مصر ونقول بأن المصريين احتاروا واندهشوا من التنظيم الكبير للفيدرالية الجزائرية، هذه مغالطة أخرى يا أخي. عندما نتكلم يجب أن نكون جامعيين مرة أخرى. لماذا؟ أتدري بأننا عندما نتكلم على مصر هذه القبلة يا أخي السياحية تندهش من فيدرالية من بلد غير سياحي، هذه مغالطة أخرى. تفضل. لانه الشيء المؤسف جدا انه كثير من الاعلاميين اللي ما راهمش محايدين وصاروا يعني طرف في المعادله. انا نقدر نقول لك من هذا الشيء، خاصه نسمع تصريحات من اعضاء الجمعيه العامه، انا نقدر نقول لك الجواب تاعي، نتكلم كمواطن جزائري. تفضل. نقول لك اذا لم تستحي فافعل ما شئت، يكذب. وحده ويكذب. اللي يقول لك لانه نسمعوا من مكان لا نحترم احنا السن ونحترم خاصه الاسماء، اللي يغلط. يكذب. انت عضو في الجمعيه العامه، شفت خروقات، من المفروض انك تاخذ القلم تاعك والورقه تاعك وتبعث الاتحاديه كمسؤول، وهو من بعد راح يصير عليه الزاميه ومجبر انه يواجبك في الجمعيه العامه، هكذا تدار. اولا يجب فقط ان اوضح بعض النقاط. في بلادي سلم القيم من قلب. يا اخي الاشخاص الذين لا يمتلكون مستوى جامعي لا يحق لهم ان يقيموا الاعلاميين، هذا اولا. أنا إعلامي جامعي ومتخصص وأكملت دراستي العليا وأمارس هذه المهنة منذ 23 سنة. الذي لم يفتح باب الجامعة لا يحق له أن يقيمني، هذه أولا. ثانيا، عندما نتكلم عن هذه الاتحادية وعن اختراق القوانين، أتدري اليوم بأن صبيحة هذا اليوم هناك العديد من أعضاء الجمعية العامة توجهوا صوب مبنى دال إبراهيم لكي يضعوا بعض الاحترازات عما وقع يوم أمس، وتم رفض قبول تلقي تلك الطعونات. لكن أنا نقدر نقول لك يعني لإجمال نقدر لك يعني من المروءة، خاصة يعني كي تكون يعني التزامات، خاصة ما يعني ما بين الرجال، يعني نتكلم بالرجال اللي صفات الرجولة، لأن الرجولة هي صفات ما رايش يعني وصف. الراجل اللي يقول لك أنا راجل لازم تكون فيه صفات الرجولة قبل ما يتكلم ويقول أنا راجل. شفنا كاين جامعي اللي ماهوش راجل وكاين اللي ماشي جامعي هو راجل، لهذا الشيء لازم تكون عندك صفات الرجولة. لأنه أنا نقدر نقول لك أنا هذه رسالة نوجهها للجمهور الكريم، نقدر نقول لهم الحمد لله على نعمة جمال بالماضي، لأنه أنقذ نقدر نقول لك الاتحادية من دمار كان وشيك، خاصة هاد الناس اللي قلت لك اللي ما تستحيش تقدر تفعل ما تشاء، هادو سراق الجهود اللي يقلوا من جهود الرجال، خاصة من مثابرة وتضحية الرجال. كنا تكلمنا كثير على شخص واحد سميناه في خير الدين زتشي، لكن لا، هو عمل مجموعة. بالأمس القريب هذا الفريق الوطني الذي عاد بالكأس الإفريقية من أرض الكنانة من مصر كان الحديث حول تخوينه في وطنيته. اليوم نستمع أصوات أخرى توزع الرجولة على الرجال. أتدري اليوم كنا نتكلم كيف نقيم ونقول بأن مندي ليس وطني أكثر من بلعمري، لأن بلعمري مولود بالجزائر ومندي مولود بفرنسا. اليوم رفعنا من سلم تتفيه القيم وصرنا نوزع توزيع صكوك الرجولة بين الرجال. لا لا لا، لازم تكون عندك قيم باش تقدر تقيم الإعلامي. أنا ما نوافقش. الإعلامي يقدم مادة والمادة تتقدم للجمهور، والجمهور فيه كل أطياف المجتمع، وهذا الجمهور هو اللي راح يقيم العمل تاع الاعلامي ولا في كل ولا الرياضي ولا المدرب لهذا الشيء. لكن تكلمنا على المروءه وتكلمنا على الرجوله وتكلمنا على الشهامه، ما تقدرش يعني انت تكون طرف وين يعني نقول لك هما راهم نقول لك كي سي دي بريداتور كيما كي الصقور، انه تحول حمل الحمى ومن بعد يهاو مع طرف ومن بعد يزكي هذا الطرف ونشوفوا نغلطوا الاعلاميين، لانه عندنا ما يقال ونعرفوا الكثير نعرفوا الكثير، لكن للرقي بالمستوى رانا ساكتين. لكن انا نقدر نقول لك ما عنديش مركب نقص، بما اني حققت الحمد لله على على اعلى اعلى مستوى، نفضل انه نترقاو يعني في 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 بعض المشاكل. لكن انت كي كنت تكلمت على المترشح، هذه الغلطه، ما تكلمليش على المترشحين. احنا لحباده انه نترقاو في المستوى، نتكلم على البرنامج. كل مترشح يقدم المترشحين وبعد نعرفوا البرنامج. يا أخي الذي يريد منا كإعلاميين أن نصفق للباطل ونسكت عن الحق
عليه أن يصحو باكرا، لأن هذه المهنة اختارتنا ولم نختارها. هذا ثانيا. عندما أعود إلى سؤالك وتقول لي ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في رئيس الاتحاد القادم، أنا أقول لك اختر أي مواصفات، المهم أننا سوف يكون أمامنا رئيس تايواني في يوم رمضاني، لا أكثر ولا أقل. شهادة نصحح يعني معلومة قبيلة، يعني كانت في الفيتيار اللي قال لك أنا ذاك ما كانش عنده شهادات، جامر بالماضي كانت عنده شهادات، هو خريج معهد عين البنية، وهذا فخر لنا أن يكون مدرب ذو مستوى عالي اللي عنده. قبل ما نتكلموا عن الناس وقبل ما، مهم جدا أنه نبحث وندقق في المعلومة قبل يعني ما نتلقى هذا اللسان اللي هو سهل جدا تتلقوه، بما أنه أصحاب الحكمة اللي قال لك لسان ما فيهش عظم صدق من قالها. جمال بالماضي العايب لم يخطئ عندما قال بأن الرجل لم يكن في حوزته الدبلوم كمدرب، واسألوا قريشي الذي كان المدير الفني كيف توسط له روراوة ليجد آخر تربص في السودان لكي يتحصل جمال بالماضي على الدبلوم الذي يؤهله للجلوس على دكة الاحتياط. هذه ليست مغالطة، بل المغالطة ما سمعناه الآن.